عشان نعرف كمان اخبار الفريق وعشان نعرف استعداداته قبل المباراه. خلينا نروح لكريم احمد من اوتيل او مقر او فندق الاقامه عشان يطمن على الفرقه. اتفضل يا كريم. كل التحية والتقدير ليه كابتن هيثم السعيد، وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. بمشيئة الله النهاردة يكون يوم سعيد على ملايين المصريين، على جمهور النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله بطاقة الحسم والتأهل للمباراة النهائية تكون من استاد القاهرة. عندنا إصرار كبير جدا لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تكون على قدر مسؤوليه كالعاده، تكون عارفه اهميه هذه المباراه وهذه اللحظات وحضور الجماهير الكبير اللي رهننا الكبير جدا عليه. ان شاء الله كابتن هيثم استاد القاهره سيتزين بمشيئه الله ب 50,000 مشجع اهلاوي، ان شاء الله باذن الله يكونوا كالعاده ليهم كلمه السر. الجمهور الحقيقه شيء عظيم جدا في هذه المباريات وتحديدا في كل المباريات، لكن في مباراه بحجم البطوله الافريقيه مع فريق مميز وعنده امل وعنده رغبه كبيره جدا زي فريق مازيمبي، عشان كده الجمهور ان شاء الله باذن الله يكون له دور كبير جدا مع التحضيرات الفنيه المعتاده لمستر كولر. اللاعبين في اصرار كبير، في مجهود كبير جدا بذل خلال الايام الماضيه، تحديدا كمان في الجانب الطبي، لان احنا لما بنشوف القائمه وبنشوف عوده عدد كبير جدا من اللاعبين كانوا غايبين وكان لهم تاثير كبير خلال الفتره الماضيه، بنشوف امام بيرجع، تشوف حسين الشحات، تشوف ديانج، تشوف عدد من اللعيبه متواجد في القائمه، اضافات كبيره جدا. يمكن كنا عندنا نقص كبير خلال الفتره اللي فاتت في الغيابات وايضا كمان في دكه البدلاء، لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه بشكل طيب جدا. باذن الله ان شاء الله النهارده يكون كل التوفيق مع لعيبتنا مع مستر كولر. 90 دقيقه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله نقدر نحسمها بالمجهود الكبير وبشخصيه لاعبي النادي الاهلي وبالروح المعتاده على كل لاعبي النادي الاهلي. كالعاده طبعا يا كابتن هيثم متواجدين في فندق الاقامه للاجواء الخاصه بالمباريات، اجواء معتاده الحقيقه، لكن انت عارف النهارده المباراه 10 مساء، توقيت مميز شويه بالنسبه للاعبين، على اساس يكون الجو فيه هدوء شويه. حاله الحر الحقيقه والطقس كانت صعبه جدا، لكن الحمد لله في هذه اللحظات ومع مرور الوقت ان شاء الله وفي موعد المباراه يكون المناخ وكل الظروف مهيئه ان شاء الله لكل فريق النادي الاهلي. عايز اقول ان يمكن لحظات بسيطه جدا وتفصلنا عن المحاضره الفنيه الاخيره لكل لاعبي النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يكون فيها استفاده. الراجل بيحاول ياكد على كل الامور، نقاط القوه والضعف، التشكيل، الواجبات، سيناريوهات المباراه تكون عامله ازاي. الراجل مقسم كل الامور دي بشكل طيب جدا، فبمشيئه الله ان شاء الله ينقصنا بس التوفيق. لعيبه بذلت مجهود جدا في التدريبات سواء عملي او نظري في المحاضرات، لكن ان شاء الله باذن الله التوفيق النهارده لو معانا ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول بطاقه الحسم والتاهل تكون للمباراه النهائيه. الترتيبات الاداريه الحقيقه كالعاده طبعا مميزه جدا هنا في فندق الاقامه، زي ما نقول بقى خلاص هنروح استاد القاهره نشوف الاجواء بقى على ارض الواقع، لان ده امر بيكون مهم جدا. عايز اقول لك كابتن عيسى ويمكن كمان زميلي فاروق صلاح يعني متواجد في محيط استاد القاهره، هيكون عنده الرؤيه الكبيره ويكون عنده المعلومات الاكبر بشكل كبير جدا في الدخول والخروج والكثافه العدديه الكبيره والتامين وكل الامور دي. الحقيقه بكون مع زميلنا فاروق صلاح اللي يمكن بدا اليوم شويه من بدري، لكن احنا متواجدين في فندق الاقامه، الامور زي ما بقول يا كابتن عيسى طيبه جدا للاعبين. ان شاء الله باذن الله مستر كولر يكون موفق في اختيار التشكيل، ده امر مهم جدا. زي ما قلنا على دكة البدلاء قلبه على قلب المتواجد في الملعب، وده امر مهم جدا عشان كده ربنا ان شاء الله باذن الله يراضي كل اللعيبه، لان الروح الكبيره اللي احنا بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي مين يكون متواجد ده امر بيفرق بشكل كبير جدا وتحديدا داخل النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في التشكيل، يكون متواجد في القائمه، يبذل كل المجهود الكبير اللي احنا منتظرينه ان شاء الله باذن الله في 90 دقيقه. بنامل ان شاء الله ما تمتدش عن كده. يا رب يا كابتن هيثم ان شاء الله دعواتك ودعوات كل جمهور النادي الاهلي بطاقه الحسم والتاهل تكون من استاد القاهره. كالعاده نكون مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي، بننقل كل الاجواء والكواليس الخاصه بمباراه اليوم من فندق الاقامه وحتى استاد القاهره.